أعزائي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله أينما كنتم، نحييكم ونمسي عليكم بالخير، ودمتم لنا في المحبة والبهجة والفرح دائما إن شاء الله. حلقتنا الليلة من حلقات التراث الفلسطيني الأصيل مع فنان عنده انتماء وغناء وتراثي فلسطيني وفن فلسطيني بقاعدة فنية وتراثية وكلمات وغناء وأداء. أولا أمسي بالخير على جميع مشاهدينا كمان مرة. معنا ضيفنا الحلقة الليلة ونعود له بالتعريف، الفنان الأستاذ إبراهيم صبيحات. الله يسعد مساءك، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، الله يمسيك بالخير. مساء الخير لكل مشاهدينا الكرام وين ما كانوا. أهلا وسهلا بك، شرفتنا أبو كرم، حياك الله. معنا عازف الأورج الأستاذ عامر صبيحات، حياك الله وسهلا بكم. عازف العود أستاذ نايف عبادي، أهلا وسهلا فيكم مرة، بنرحب بكم في برنامجنا، برنامج دجل، برنامج الطرب الفلسطيني والأغنية الفلسطينية. طبعا نشكر الوجود الطيب معنا قاعة سان موريس، طاقم تلفزيون فجر الجديد، صوتيات نور كتاني، والحضور الطيب، أهلا وسهلا بكم الجميع. وبنعود لضيفنا، وليس بضيف، أنت من أهل الفن والتراث، وإنما تحل فأنت بتكون محلي، أستاذنا إبراهيم. أولا نتعرف عليك، أهلا وسهلا بك. الله يمسيك بالخير. إبراهيم صبيحات، أنا فنان صغير من منطقة جنين، من الجلمة، من قرية الجلمة. نعم، هالقرية مشهورة بالفن والزجل أكيد. بحب بلدي زي أي فلسطيني، بحب تراثي زي أي فلسطيني. بحاول دائما يكون لي رسالة أثناء مسيرتي الفنية، وبفضل الله يعني الناس بتقبلوا كل إشي حلو وكل إشي تراثي. أنت نشأت يعني من 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 بيئة فنية، أم يعني دخلت على الفن بالهواية؟ والله أسميها بيئة فنية لا، بس أنا يعني لا، أنا بالهواية دخلت إلى مضمار الفن. بس والدي الله يرحمه كان يحب، كان يعني مستمع جيد، كان يحب التراث الأصيل، وكان يحب الأغاني الطربية القديمة، كان يعشق عبد الوهاب وجيل عبد الوهاب من أم كلثوم، وكانوا يحبوا كانوا يحبوا يعني جيل عبد الوهاب واللي بعده من فريد ومن محمد فوزي ومحمد كنديل وأسمهان وليلى مراد. وكان كنا احنا زي ننجبر في الراديو، هذا الراديو الخشب، الراديو هذا اللي نص متر في نص متر، بتعرفه، راديو رائع جدا، ابو الابره. فكنا ننجبر ايام العطل، كانت في بعض المحطات تجيب اغاني لهذول العمالقه، فكنا نسمع. وصرت احب هالشيء اللي بحبه ابوي انا، الموسيقى الحلوه هاي، الموسيقى. نعم. وكان والدي الله يرحمه كان نفسه يتعلم على العود، فانا يعني ظلت في بالي، وفعلا لبيت له هالرغبه. اول فرصه اجتني تعلمت على العود، بعدين قبل اكمل في جامعتي وفي هذا في العود، انا تعلمت عود تعليم خاص. يعني كل احترام، نعود في المناقشه والمحادثه، بدنا نسمع العتابه، نسمع لانه ابداعاتك بالعتابه تكون موزونه دائما. والله انا عامل هيك شغلي، موال صغير، وعامل للتلفزيون المحترم. الله يسعدك، بدنا توطينا صوت الاورجوانا شوي. قالوا لي يا صبيحات تهوى مين؟ ومين اللي تحبها بين هالحلوين؟ لما بموالك حزن منشوف، منقول شو هيمان هالمسكين. ورديت مش خجلان مش مكسوف، محبوبتي طول العمر وسنين. والله ما في حدا بجمالها معروف، من يوم ما الله بدا التكوين. وما في حكي بين البشر مألوف، يوصف غلاها ولا شعر بيعين.
ولو جابوا ملكات الجمال ألوف وكل النساء في الكون مزيونين وصفوا كنوز الأرض عند صفوف وكل شي نفيس بهالحياة وثمين دوم القلب عاشوفها ملهوف ولو غبت عنها بين حين وحين محبوبتي اسمها بست حروف محبوبتي اسمها بست حروف وحروفها بالقلب محفورين وتعترف واحكي على المكشوف وما سيبها الناس محتارين محبوبتي أجمل بلد بالكون وأجمل جميلي اسمها فلسطين أجمل جميلي محبوبتي أجمل بلد بالكون أجمل جميلي اسمها فلسطين بدي أهدي هالكرادية لتلفزيون الفجر لأنه تلفزيون محترم ومتابعين ومشاهدين أكثر يعني هذا مشرفنا والله كل احترام والله مهما بعدنا وطال الهجر بيضل الغالي غالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي أي مهما بعدنا وطال الهجر بيضل الغالي غالي كتلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي يا بابا النجاح وهالتأييد قناة الفجر الجديد يا عنوان الأصالي ويبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي ويبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي طول كرم وأهاليها بدنا الليل نحييها يا هلا بك يا هلا طول كرم وأغاليها بدنا الليل نحييها التلفزيون اللي بيها غير هوي ما بيحلالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي بيبقى تلفزيون الفجر فلسطين بيشاهد هالملايين بمفهوم الإعلاميين بتحمل أشرف رسالة بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي لما رفعوا لي تليفون يا هلا ودعوني عالتلفزيون ولبيت الدعوة لهون تسمعكم موالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي بيبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي بدي حيي
حي كل العاملين إدارة وموظفين التلفزيون من سنين مثل البيرق بيلالي يبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي يبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي أي مهما بعد وطال الهجر بيضل الغالي غالي لا تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي يبقى تلفزيون الفجر النجم تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي منا إلك يا صبيحات كل الشكر والتحيات بنشكر إلك هالكلمات فعلا إنك زجالي بيبقى تلفزيون حياني لازم أرد بألحاني قصير وتسلم يا حسن كالثاني غالي علينا غالي يبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي ويبقى تلفزيون الفجر النجم الساطع بالعالي أولاً يعني بالنسبة لي ليس بغريب عليك بإبداع الكلمات وترابط الكلمة الله يخليك نشكرك جداً يعني باسم التلفزيون الإدارة وكل الموجودين والعاملين أهل الكلمات الطيبة الله يخليك وأنا بالنسبة لي زي ما حكيت لك يعني كم مرة ليس بغريب علي في إبداعات يعني أن سميتك زجال فأنت زجال وشاعر فأنت شاعر ومطرب ونعم الطرب المطربين والفنانين الله يخليك كل هذا من ذوقك يا حبيبي هذا ليس مجاملة وحقيقة وهذا شيء يعني خلينا شوي نعرج على مجالك العلمي في التعليم الموسيقي يعني احترفت في الغناء كمان يعني تقدمت في التعليم في نعم أنا أول شيء تعلمت آلة العود قبل الجامعة تعليم نعم أتقنت العود وصرت أعزف عود كويس بعدين سافرت برا أدرس الموسيقى ما كان في فلسطين موسيقى أيامها وأنا برا درست لغة في أوروبا في دولة معينة وعلى أساس إني أدرس موسيقى فتفاجأت إنه بيجيني تليفون من فلسطين بيحكوا لي إنه جامعة النجاح فتح فيها كلية موسيقى وبرنامج موسيقى حلو على طول روحت كل احترام درست موسيقى في جامعة النجاح والحمد لله تخرجت بشهادة امتياز يعني بفضل الله أولا وبفضل أساتذتي المحترمين كل احترام وفي قوانين محترمة طبعاً للتعليم العالي بأنه اللي بده يعمل ماجستير أو دكتوراه برا لازم يغيب 8 شهور عشان تكون صح الدكتوراه أو الماجستير بدون أي فهذا منعني أني أعمل ماجستير بالأول لأنه ما كان في الأردن ماجستير بعدين فتح برنامج ماجستير يمكن من 2005 أو 2006 بجامعة اليرموك التحقت فيه على طول واتخرجت من جامعة اليرموك بشهادة ماجستير برضو امتياز مع مرتبة الشرف بفضل الله التخصص يعني هو تخصص هو موسيقى بس آلة الاختصاص هي عود آلة الاختصاص هي عود بس موسيقى بشكل عام ونفس القضية كان ما في دكتوراه في الأردن وما في دكتوراه طبعا عندنا وإذا بدي أروح أعمل دكتوراه في مصر أو لبنان أو أي دولة عربية أو أجنبية لازم أغيب كثير وانت بتعرف حضرتك انه بحكم شغلي ما بقدر اغيب نعم المهني والاجتماعي فرحنا كثير انه في الاردن حاليا في برنامج دكتوراه قريبا كلياتنا سجلنا فيه وان شاء الله راح يعني ان شاء الله طبعا تستحق كلمة الدكتور بكل فخر واعتزاز الله يخليك حبيبي نسمع اغنية هسه في شو بتحب تسمع يا رب والله انا يعني اذا بدي يعني احاكي او احاكي من قبل يعني يا بنسمع في فرقة دبكي مع من بلدنا والله نعمل لهم كمان شوي شو رأيك نسمع اللي كل بحبها خليهم يجهزوا حالهم العالم طيب نسمع اغنية قبلها اللي وين بنروح احنا اللي بنغني سواء الحداي او الزجاج والطربين بحبه قلنا ساق الله عيام ساق الله خلينا نقول ساق الله على الصول مثلا الصول طبعا مثلا طبعا كل التحية لمؤسسة سيد الدراد يا ليل ها ها
ولا سقلنا سقلنا أيام ما كنا بسيطين والله وسراج البيت جنبي بساطين بساطين سقل أيام ما كنا بسيطين وفراش البيت جنبي وبساطين والله ورموش العين للزاير بساطين إذا ما الضيف دقدق على البواب أبويا 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 يا ويلي ساق الله عيش الزمان والأيام الهنية على البساطة كل شي كانوا عيشي على السبحانية ساق الله ساق الله خبز الطابون والسمن البلدي والقعدة تحت الزيتون والشاي بميرامية ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله أكل العتشوب والزعتر والمنكوشي واللبن لما بيروب والعدس عالجاروشة ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله مكل العج عالبيضة البلدية من سلة ست الحجة اللي تحت النملية ساق الله ساق الله ساق الله على الحاجورة وقعد بفي الجميزة مع كلاية بندورة وصحن سميدي وخبيزة ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله بعده على البال وجدي قاعد بالحارة عراسه حطه وعكان بإيده يلف السيجارة ساق الله ساق الله عالحصيدي بدري قبل طلوع النور يشكل كباز وسيدي وانطالت مثل المغمور ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله حياة الناس وجدي يدرس كشاته يركبنا على لوح دراس والرياح بدياته ساق الله ساق الله ساق الله يوم كنا صغار نلعب الطمامية ونتخبى بحوشات الدار ويطحونا الختيانية ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ريحة التراب بأول شتوي بتشتيه ويشكع عالقصة المزراب لما تزخ وتعطيها ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ولا ساق الله صوت البابور في ساعات الصبحية أمي بتحضر الفطور وبتخبز عالفرنية ساق الله ساق الله ساق الله وجدي مريح ومتمدد عالجنبي وستي بتجبي وبتسبح بسبحتها البنية ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله والمرج خضر يشبح قطعة من الجنة بشعير وكمح مزنر وحلبي وكزحة وشرسنة ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله شجرة التوت
كانت محلى حبتها كنا نلعب بيت بيوت طول اليوم بفيتها. صدى الله صدى الله صدى الله صدى الله صدى الله صدى الله صدى الله. طبعا طويله سقى الله وكاتب اشياء جديده عليها بس بكفي هيك. طيب يسقى الله يعني يعني احنا بنغنيها بقلم وعلى فكره بيقدروا يعني اللي حكيته انت ثلثين لسه موجود عندنا. عند الطابون والله الطابون موجود يعني عندي واللي يعني عندك طابون؟ نعم طابون اللي فيه الكحل. وين كنت تعزمني على على خبز طالع جديد؟ بس نروح الله يسعدك. قلت فيك ابو بكر نتعشاش مع عمار عمار ان شاء الله نعمل دبكه للشباب ونبسطهم في وقت بلدنا في وجودكم. كل احترام سجاد الجبالي الغالي اروع تسجيلات حبيب قلبي امجد الله يسعده. والله يا دارنا تبشري يا دارنا تبشري دبي كنز لهين وها طارق المصري يا طارق. والله والشمس عنهم يبا قرب الجفن للعين. والله فيهن شبيه البدر فارس كبير الشان. والله بالقلب اسمه الكتب ابن بلدنا هالزيه. زاريف الطلوع ضو القمر قلت الكريم ويا محلى السهر. يا هلا يا هلا يا هلا. زاريف الطلوع ضو القمر عنا قلت الكريم ويا محلى السهر. تلفزيون الفجر وكل من حاضر يا هلا يا مرحبا بضيوفنا. يا هلا يا هلا يا هلا بالزرقاوي هلا بس بطاط والله حيهم. عفاك يا فادي عاشق عامر الله يا بلدنا الله. عاشو يسار يسار وحدك عاشر مرس وين مجدر كب وين أول مقبالي قعدت على الكرسي عرفت إنها فتحة وملعونة حرسي. أول مقبالي قعدت على الكرسي وعرفت إنها فتحة وملعونة حرسي. والله يا يما وما بعمل عرسي إلا بهالشجرة الحلوة المزيونة. هلا 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 وأحلى أيمن جبالي جبالي أيمن أحلى على أحمد جلال. ها عايشو الله هلا مفادي عاش بلدنا بلدنا. ها Za
عارف الطول وطاحن على الغادير عليهن مسيت وقلبي بده يطير زاريف الطول وطاحن على الغادير عليهن مسيت وقلبي بده يطير وقال يا صبيحات انتي رجال كبير مش حلو تغازل البنات بعمرينا هلا والله يا والله لا شباب بعدوه هلا العب الله 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 يا عيني على فرقة بلدنا يا عيني يا عيني الله معه شوف 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 الحلاوة شوفها عاشق صار الصبحات عاشق الله 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 زريفة طول ولاقتني في المول والشوف عمرها ما كانت مثل الجول زريفة طول ولاقتني في المول والشوف عمرها ما كانت مثل الجول شعرت اني محتاج اي ورقة في برامل زغلل عيني وحسيت بعانا وين الشباب يا ابو فادي هلا سمعني الشباب يا ابو فادي سمعني الشباب الله يلا عالشباب يا شباب ها الله يا ربي يلعن بي المدارس غلن علينا سعر العرايس يا ربي يلعن بي المدارس غلن علينا سعر العرايس كانت الجيز بكيلو هرايس صار بضع عشرة عشر مليون الله الله عاش برد عاشق الله معهم بلدنا الله معهم زركاوي يا زركاوي عاش ابو يوسف
والجفرة وهي الرابع أيوة تسيح مريدو لو شلشل لي بالذهب بحط يدي بيدو والجفرة وهي الرابع وتسيح مريدو لو شلشل لي بالذهب بحط يدي بيدو ادعي لرب السام اللي بيرحم عبيده ترجع حبيب القارب ساعة زمنية يا ابو فادي شو يلا على الطيارة الشباب دول الطيارة يلا على الطيارة نشوف فرقة بلدنا حبايبنا عاشوا عاشوا حبايبنا وأحلى دبيك الله يخليهم يا رب يا فادي يا فادي الله يا أبو فادي الله بشكرك بس في شغلة أو في شيء يعني هذا صار واجب على كل مطرب وفنان فلسطيني عتى الزجال أو الشاعر نعم اللي هي اللي تطلب بأعراسها دائما الدحية الفلسطينية سواء فيها ناس بغنوها باللغة البدوية كنية بدوية فهم أحرار هاي كنيتهم أوكي. وإحنا بغنيها بكنيتنا فستطلب دائما سواء بأعراس أو مناسبات الرسمية والشعبية نعم شو رأيك اسمع دحية أنا ماشي بس نحكي رأيي بالأول بالدحية الدحية هي تراث موجود بفلسطين صحيح. في الجنوب موجود في بدو فلسطين في النقب في بير السبع ومنطقة النقب وبما أنه تراث فلسطيني إذا إحنا لازم برضو نبرزه ونظهره ولكن ما يصيرش شغل حفلاتنا الشاغل ينسينا برضو تراثنا اللي هون يعني لا طبعا لا يعني أنا اليوم صار أي واحد يشغل إيقاع يقول له الناس تسحج ما بزبط هيك لازم نعرف شو أهداف الكلام اللي بنقال فيها زي اللي الأغنية نميتها كانت تغنى على الحدة وعلى بالحواشي قريت على الموسيقى فلتكون ما في مشكلة في فرصة هون لازم شيء آخر بالضبط لازم نحكي هون عن الترابط أو التقارب اللي ما بين تراثنا وبين تراث إخواننا الأردنيين في ترابط كبير بالتراث شمالهم زي شمالنا أنا عامل حفلات في شمال الأردن قريبة جدا من حفلاتنا وشايف حفلات جنوب الأردن وشايف حفلات جنوب فلسطين يعني بصراحة في الدحية كثير قريبة بس أنا
اليوم انت بجوز سمعتني بحكي بشغلي بسامر السامر هذا، انا سمعته من فرقة في معان اللحن تبعه، عشان الأمان لازم نحكي معان بالجنوب كمان يعني. اوكي ما هو بالجنوب، وهو كلامه موجود في سامرنا الموجود برضه في الجنوب في الخليل وفي رام الله وفي بيت لحم. نعم صحيح. فانا راح اغني هاللون انا وابو فادي، بس عشان امان الاماني الفنية والمهنية لازم احكي انه احنا سامعين اللحن من فرقة معان للفرقة من فرقة شباب معان يمكن او كل اسم الفرقة، بس اكيد اللي بيشاهدونا بالاردن راح يعرفوا انه احنا ما نسبنا هاي هذا اللون الا كلحن، ولكن الكلام هو فلسطيني واردني. يعني بلغتنا المحاكاة المضبوطة. نسمع يا ابو فادي، خلينا نسوي انا ابو فادي شوية هاي مش دحية، هذا سامر انا لون الدحية. اسمعونا يا منيح
سل القلم بالورق وش حالي سلاتي يا السامر طبعا هو يعني في الأردن شيك وكمان في فلسطين. نعم السامر موجود في الضفة الغربية. نعم موجود في بيت لحم وفي رام الله وفي الخليل وفي في, في الشمال عندنا موجود يعني باللجنة تبعتنا. مزبوط بس يعني احنا بالشمال اتغلبت البدوية والسبعويات والفرعويات يعني ما حدث بس كان نوع قرى مثلا كفر عبوش اللي هم العبوشية الفرعونية يعني هم كل ما تقرب على منطقة رام الله هي كلها قرى يعني متشابكة. كفر عبوش الفرعون نعم نعطيهم كنا الاختيارية الميكروفونات يغنوا في لونهم السامري في الأداء طبعا كل واحد بلغته أو في الشيء هذا يعني. نعم صحيح ال 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 الدحية البدوية يعني بصراحة اللي هي عدة أشكال يمكن كل منطقة بتتميز بلحن أو شيء. نعم صحيح. إيه بعض الأوزان المختلفة في ناس يقول لك أعطينا مثلا لا أبو فادي أول ما نبدأ بالبيدي وصلوا على النبي يا جوادي أسيكم بالخير الجاوي من سيام الرحمة سيام في منهم بيقول وإن كان ما همك غير القول الليل وعلي وإن كان عدة ألحان هي للدحية. أنا بقول الدحية كتراث فلسطيني لازم نحطها على راسنا طبعا بس مش تصير كل أعراسنا. طلع يعني احنا انت من يعني في الاعراس لك باع طويل يعني الزمر كان مسيطر على الاعراس. والله شوف انا بدي احكي يعني كلمه بسيطه عن الزمر. الزمر شيء حلو بس شو الزمر عشان يفهموا المشاهدين. الزمر عشان اللي بيجيب فرقه موسيقيه يعرف هالفرقه الموسيقيه قاعده بتعمل له شيء منيح ولا قاعده بس بدها تروح. الزمر عباره عن كبسي مسجل. الزمر صحيح. عبارة عن مسجل تكبس كبسي بتصير يدخل العازف. هسا الزمر موجود في كل الأورجات
ففيش داعي يجيبوا فرقة موسيقية، خلاص يجيبوا أورج لواحد يكبس الكبسي وبرقص وطول. وفر حالك يا عم 12,000 يعني بقدس. لا هو الحقيقة مع احترامي لكل الفنانين، اعمل زمر حلو، الزمر موسيقى مسجلة حلوة يعني، سامبلرات موجودة مسجلة، بعمل لك شوي بعدين. أنا بعمل، أنا بحبش أفشل الشباب، بعمل لي شوي، أما مش طبعا لا أنا مش طول الليل الزمر يصير فارد الحفلة يعني، مش معقول يعني. صحيح مش معقول أبو كرم، شو منه خليها أبو كرم. إحنا الوضع هذا عايشينه بأعراسنا في بلادنا في مدننا قرانا مخيماتنا، هاي أعراسنا بتحب الألوان. فأنا كل احترام لكل فنان أو مطرب أو زجال يبدع ما يغني وكل ألوان، وهذا لازم واجب على فناننا إنه يكون ألوانه موجودة. أنا يعني طبعا حاسس فيكم عذرك، بدي أنهي البرنامج بأغنية على يعني بتشوف انت مناسب. انا بدي احكي شغلي بس، انه في اشياء حلوه في الموسيقى العربيه، حتى احنا قريبين من جنوب لبنان، احنا بالشمال في جنين فاحنا تقريبا بجمعنا مع جنوب لبنان الزجل اللي بتعرفوه، والاغنيه الجبليه الشعبيه. انا متاثر جدا في وديع الصافي وبحب اغاني وديع الصافي، بدي اسوي هالموال صغير وأغني إلى وديع الصافي الله يرحمه، لأنه يعني وديع الصافي ظاهرة لا تكرر. صحيح. بدي بيات ري أبو فادي من فضلك أفرجيك. أنا بدي يعني عدلي وضعك الصحي كل احترام. آسف أنا إني أنا مرشح فعلا يا جماعة، في مطربين أول ما تسألوا بقول لك والله أنا مرشح يعني، بس أنا حقيقة والله مرشح. لا واضح واضح أنا مرشح وتعبان، بس ما بقدر أفشي الجمهور كل احترام. فوديع الصافي بقول شوف هذا مكان بيات في الموسيقى يا ليل يا سلام. هو بيبدأ من الجنس الثاني بيقول لبسوا القفاف ومشوا وما عرفت مين الهن يا 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 باي. ما عاد رح يرجعوا يا قلب حاجة تعلم لبسوا القفاف ومشوا ما عرفت رح يرجعوا يا قلب عاجت عالياباي. يا بلا مهر جايب حدا ولا سرج عمير الياباي، لا مهر جايب حدا ولا سرج عمير الياباي. ولكن حام سلك ذهب خلي بان السلعين، خليك مثل القصب كل ما عدت بيحن، خليك مثل القصب كل ما عدت بيحن. أي حب اسمك حلي عليك أجل تحل يا باي. هذا الموال في سبع مقامات، اعطينا بيات صول قولنا خلينا بيات. الهوى الوديان ذكرني بهواكم، هوى الوديان القلب الولان شعلان بهواكم، قلب الولان اليوم ليالي بين الدوال الهوى يجمعنا، ونسمة الوادي بالجو الهادي تتمشى معنا. يا ما ليالي بين الدوال الهوى يجمعنا، اوف اوف ونسمة الوادي بالجو الهادي تتمشى معنا. حبيبنا انا تشرفت جدا بهاللقاء الحلو، اذا احنا في معنا وقت نغني هالاغنيه بنغنيها. اذا الاغنيه اسمعها اول ودي يلا
يلا اعطونا سقف يا شباب. هوا الوديان ذكرني بهواك هوا الوديان هوا الوديان قلب الولهان شعلان بهواك قلب الولهان هوا الوديان ذكرني بهواك هوا الوديان هوا الوديان قلب الولهان شعلان بهواك قلب الولهان نسمات الوادي الجو الهادي تتمشى معنا القمر طالع بالهول وطالع نحكي ويسمعنا يا ريت بنرجع ايام الماضي ايام زمان هوا الوديان هوا الوديان صبحي على الكرم الأخضر قبل ما تصحى شمس الشموسي بيفوح العنبر ياما كلاني صبحي على الكرم الأخضر قبل ما تصحى شمس الشموسي بيفوح العنبر بلم وبي تحلى العتابة والفرحة تكبر حدود الغابي أهلي وصحابي يا من مشينا يا من مشينا يا سيل ديالي تحت فيادك يا من لاينا يا من لاينا حدود الغابي أهلي وأحبابي يا من مشينا يا من مشينا يا الله يسعدهم كانوا حبايب شو تعبوا علينا وبعد بقلوبنا نفحة رضاهم حنان هوا الوديان هوا الوديان الحرام عليك تتركني على بعيد دموعي طواف لا يجعل بعيد حرام عليك تتركني على بعيد طوف العيش على بعيش العلوة شاهدك صدفي يا تلفزيون الفجر عين بعين بقول لك شو بحب اللي عذاب لكم كل احترام. يعني ابو كرم يعني لا شك انه فعلا حلقه يعني بنشوفها مع هيك ما شاء الله ابداعات بالصوت والغناء والكلمه والترابط والاسس الصحيحه يعني بنقول الوقت يعني الله يسعدك حبيبي الله يسعدك يعني مع الاستاذنا ابو فادي عامر يعطيكم العافيه كل ابداعتم ما شاء الله استاذنا يعني ما شاء الله نايف عبادي نايف العباد طبعا يعني كل احترام ابو لكم. فادي طبعا ابو فادي قائد المسيره طول حياتي انا ابو فادي والله شريك ما شاء الله على شريك العمر يعني ما شاء الله بفادي يعني هو اخوي طبعا الله يخليكم الله يحفظك ان شاء الله هو اللي صنع فرقه مرج بن عامر صنع الدنيا كلها ما شاء الله عليه كل احترام استاذنا الشاعر الفنان المطرب إبراهيم السبيحات أبو كرم يعني سعدنا في وجودك معنا الله يخليك بشرة منك كبير وإن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات الفن والتراث الفلسطيني في الأيام القادمة والشهور والسنين
نبكى وتدوم متواصل عندك انتماء وتلبي الدعوات. تسلم. ليعود لانتمائك وحبك للأرض الفلسطينية والتلفزيون الفجر دائما الحمد لله يعني من التلفزة اللي بتحب تتابع وتأكد على الفنان الفلسطيني أينما كان. نعم. في هذا الوطن. أنا بدي كلمة أخيرة منك للمشاهدين. أولا أنا بحيي جمهور طول كرم الرائع كل وكل مشاهدين هالفضائية الرائعة تلفزيون الفجر. بحيي كل اللي شاركونا بهال اللقاء الرائع، فرقة بلدنا هالدبيك الحلوين الرائعين الجمالي والشبابك التاني والصوت الحلو وحبيبنا الأخ سائد جراد الميك أب الشاب الطيب. نعم. هالشباب الجدعان اللي ورا الكاميرات الفنانين هذول دائما بنظلموا والله مساكين بنظلموا هذول. نعم. هم اللي بيعملوا كل شيء هذول فعلا هم الجلود المجهولين. يعني علاء الجلاد علاء أحمد جلاد حبيبي وبراء عمر أبو هذول يعني لازم نعدوا قبلنا لازم نعدوا دائما في المقدم ولهم لحضرتك يا حبيبي يا أستاذ حسن كتاني انت ما شاء الله عليك وهالجمهور الطيب وإن شاء الله بنعمل لقاءات ثانية وبلادنا محررة وإحنا نعم نعم وإحنا مرتاحين البال وعنا دولتنا يا رب. وتحية لكل اللي بيشاهدونا إن شاء الله يكون التلفزيون مشاهد كمان في كل العالم بيشاهدوا هالتلفزيون الرائع ويشوفونا ويشوفوا تراثنا ويشوفوا ثقافتنا إن شاء الله. وأنا باسمهم وباسم التلفزيون والإدارة وباسم حسن كتاني معد ومقدم البرنامج أشكر الفنان الرائع الطيب تسلم يا غالي الأخ إبراهيم سبيحات كل احترام له. إن شاء الله في حلقات أخرى من حلقات الزجل والتراث والأغنية الفلسطينية نستضيف فنانين وشعراء من هذا الوطن. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. مني حسن كتاني معد وقدم البرنامج ضمن رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.